بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد ده أول ظهور لينا عقب مباراة سان داونز اللي أقيمت أول أمس في بريتوريا، وللأسف النتيجة والأداء كانوا بشكل سلبي، وبالتأكيد الفريق موجود في جنوب إفريقيا استعدادا لمباراة الجولة الخامسة أمام القطن الكاميروني يوم الجمعة المقبل إن شاء الله الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. عشنا أكيد مع النادي الأهلي فترات فرح وسعادة وانتصارات وبطولات كثيرة جدا، ولكن في بعض الأحيان ممكن يحصل لك تعثرات، وفي التعثر لما بتخسر مباراة في الدوري أو في بطولة إفريقيا بيبقى الأمور واردة وبتبقى منطقية أو طبيعية، لأن الكرة مكسب وخسارة وتعادل. ولكن لما بتخسر مهم جدا لما تخسر تأدي وتظهر بشكل كويس، لأنك ممكن تعمل مباراة كبيرة جدا وتخسر. لكن عدم الظهور بشكل جيد في مباراة أمام سان داونز بنفس الشكل اللي ظهر الأهلي بيه في عام 2019 ده اللي خلى جمهور النادي الأهلي حزين وزعلان من اللعيبة ومن الجهاز ومن الجميع أكيد، لأن النادي الأهلي بالتأكيد ما يستحقش أنه يخسر بهذه النتيجة في البطولات الإفريقية. يمكن على مدار سنوات طويلة جدا، يمكن أنا بغطي أخبار الأهلي من قبل حتى ما اشتغل في قناة الأهلي، وعاصرت أحداث ومواقف كتيرة ممكن ترجع لمثلا لموسم 2003، يعني بنتكلم أكتر من حوالي 20 سنة. في تفاصيل كتيرة حصلت في المواقف دي النهاردة هتكلم عليها، وإزاي الأهلي بيقدر يخرج من المواقف دي. ولكن المهم قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة وأبدأ سؤال حلقة النهاردة، تكرار الخطأ مرتين أكيد مش هيديك نتيجة مختلفة، أكيد هيديك نفس النتيجة. فمهم جدا الفترة الجاية حاجات كتيرة جدا محتاجة يبقى فيها تعديل، لأن الأهلي بالتأكيد بيستحق مننا كلنا إن احنا نرفع اسمه ومكانته، وزي ما بنقول وزي جمهور الأهلي دايما بيقول أعظم نادي في الكون. حلقة النهاردة هنتكلم في تفاصيل مهمة جدا، وكمان هنتكلم على الاستعدادات لمباراة القطن الكاميروني. وأنا دايما بحب أستحضر التاريخ، لأن أنا عشت لحظات تاريخية داخل النادي الأهلي فيها مكسب، وفي أوقات على فترات بعيدة ممكن يكون في خسارة، فالخسارة دي بتبقى دافع انك ازاي ترجع بسرعة خلال الفترة اللي جاية. وبالتأكيد جمهور النادي الاهلي مهما انتقد ومهما قال بيبقى الجمهور عنده حق، لان النقطة الوحيدة او الحاجة الوحيدة اللي في المنظومة كلها اللي ما بتستفيدش اي شيء غير ان هي بتحب المكان ده وبتشجع المكان ده وبتتمنى ان النادي الاهلي يفضل دايما رقم واحد، او زي ما بيقولوا في المدرج اعظم نادي في الكون. عموما نبدأ حلقتنا بسؤال لحلقة النهاردة، وعايز كل الناس اللي بتشارك معانا وبتتابعنا دايما في برنامج الترند توجه رساله للاعبي الاهلي قبل مباراه القطن الكاميروني. قلت قبل كده مرارا وتكرارا الرسائل بتوصل واللعيبه بتتابع والناس كلها بتشوف اللي بيتكتب، فمهم جدا نشوف رسائلكم للعيبه قبل مباراه القطن الكاميروني. شاركوا معانا في الاجابه على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحه الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وفي الفقره الاخيره هستعرض اكبر قدر من اراء ومشاركات حضراتكم. لكن نبدا باهم العناوين. في ترند الأهلي، بعثة الفريق تتوجه لجروة الأربعاء، وكمان تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام القطن. وفي الترند المحلي، انطلاق أول معسكر للحكام بقيادة بريرة، استعراض مباريات اليوم النهارده، في بالتاكيد مباريات في الدوري المصري واستئناف الجوله ال 21 الساعه 6 عقب نهايه المباراه مباشره. البنك الاهلي هيستضيف بيراميدز، ده مباراه النهارده في الاسبوع ال 21. طيب نروح للدوري الاسباني الساعه 10 ايضا من مساء اليوم، جيرونا بيستضيف اتلتيكو مدريد، وفي الدوري الايطالي ميلان بيستضيف سالرنتانا حوالي الساعه 10 الا ربع من مساء اليوم. دي جوله من مباريات اليوم في الدوري المصري والدوري الإيطالي والدوري الأسباني. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع نستحضر التاريخ ونشوف الأهلي إزاي كان بيتعامل مع الفترات السابقة، وإيه اللي ممكن نشتغل عليه دوافع لمباراة القطن الكاميروني اللي لسه بالتأكيد في فرصة في التأهل للأدوار القادمة في دوري أبطال إفريقيا. طيب دايما بحب أستحضر التاريخ في الحديث عن بعض الفترات اللي ممكن يكون فيها كبوات بالنسبة للنادي الأهلي. انت لو مالكش تاريخ اكيد مش هيكون لك حاضر ولا لك مستقبل، ولكن بما ان عاصرت فترات طويله جدا داخل النادي الاهلي منذ حوالي 20 او 21 سنه، اتذكر من بدايه موقعه الاهلي ورينجرز النيجيري في الكونفدراليه عام 2003، وبعدها بحوالي 6 7 سنين كانت في مباراه للاهلي وسانتوس الانجولي
ايضا كمان كانت في انجولا في بطولة الكونفدرالية، وبعدها بحوالي 10 سنين كانت في مباراة الاهلي وصن داونز في 2019. اذا ده اكيد ممكن يحصل في بعض الفترات، بتتعرض للكبوة وممكن تخسر بنتيجة ما بتبقاش منطقية ولا طبيعية مع النادي الاهلي تحديدا، ولكن النادي الاهلي بيقدر يرجع بسرعة وبيتخطى المواقف الصعبة دي. اولا بيتخطاها بدعم الجمهور، ده رقم واحد. دايما جمهور النادي الاهلي لما بيهتف باسم الكيان وباسم النادي بيقول على الحلوة والمرة معاه. فالنادي الاهلي حجر الزاوية في نجاح هذا الكيان هو جمهور النادي الاهلي، وعمر ما يقدر حد اصلا يتكلم على ان الجمهور ده موجه ولا الجمهور ده بيهاجم لاسباب شخصية. جماهير النادي الاهلي في مواقف كثيرة جدا دفعت عن النادي الاهلي ووقفت حائط صد امام حاجات كتيرة جدا من اجل الدفاع عن النادي الاهلي، من اجل المكان اللي بتعشقه، من اجل المكان اللي هي بتشعر في بعض الفترات الحاجة الحلوة اللي ممكن تكون في حياتهم. فلما بيبقى في خسارة، مش خسارة بطولة على فكرة، ممكن تخسر بطولة وممكن تخسر ماتش، أكبر فرق العالم معانا بيخسروا، ولكن بتبقى الخسارة اللي ما بهاش أداء ولا فيها جدية، ده اللي بيزعل الناس وده اللي بيزعل الجمهور. لأن أنا واقف في ظهرك وبسندك وبدعمك، لكن هتيجي في فترة ما بحسش اللي أنت على قدر ومكانة المكان اللي أنت فيه، فده يزعلني وده بيخليني أهاجمك. وأنا بهاجمك مش بهاجمك عشان أخلص عليك، أنا بهاجمك عشان أفوقك، أفوق بقى لعيبة، أفوق جهاز فني، أفوق المنظومة، لازم أفوق الناس. لما حصل خسارة في مباراة رينجرز في عام 2003 حصل على طول تعديل في شكل الفريق، والأهلي بدأ موسم جديد في 2004 وفضل مكتسح البطولات الإفريقية، نهائي 2005 والفوز بالبطولة، نهائي 2006 والفوز بالبطولة، نهائي 2007 قدام النجم الساحلي والأهلي خسر البطولة بفعل فاعل، كلنا فاكرين هذه الموقعة اللي كان بيديرها عبد الرحيم العرجون، نهائي 2008 أمام القطن الكاميروني. ثم جاءت مشكلة ونتيجة ما كانتش حد يتوقعها، والخسارة أمام سانتوس الأنجولي بثلاثية، وأنت أصلا كسبان في القاهرة ثلاثية وخسرت وخرجت بركلات الترجيح، في ظل أن الجيل اللي كان موجود في التوقيت ده أعظم جيل مر على الأهلي في بداية الألفية الجديدة. يعني بعد الخسارة دي كمان قدر الأهلي يفوق بسرعة ويحصل تدعيمات وشكل جديد لإدارة فريق الكورة ويبدأ يتخطى هذه المرحلة، وحصلت عقوبات وحصلت حاجات كتيره جدا، وقدر الاهلي يتخطى هذه المرحله وابتدى ينافس من تاني على البطولات الافريقيه. 2011 كلنا فاكرين اللي حصل في ماتش الترجي قدر رامو، 2012 وصل فاينل وفاز بالبطوله، 2013 وصل فاينل وفاز بالبطوله، 2014 وصل فاينل الكونفدراليه وفاز بالبطوله، ثم انتهى او اعتزل معظم هذا الجيل في 2015، وابتديت تبني فريق جديد ولكن على مراحل، باستبعاد لعيبة، بضم لعيبة، وثم بعد ذلك ابتدى الأهلي يبدأ من تاني ينافس على أفريقيا ابتداء من موسم 2017. وصلت فاينل 2017، كلنا فاكرين الأحداث اللي تمت في فاينل 2018، ثم خرجت في 2019 واللي حصل في مباراة سان داونز، وابتديت تشتغل على تطوير الفريق من تاني عشان توصل فاينل 2020 وتفوز بالبطولة، توصل فاينل 2021 وتفوز بالبطولة، توصل فاينل 2022 ويحصل لك أيضا كمان موقع، كلنا فاكرين الأحداث اللي صاحبت نهائي أفريقيا دوري أبطال إفريقيا. أنا اختصرت الحقبة الزمنية من 2003 ل 2023 في 20 سنة، يعني بنتكلم ما يقرب من حوالي ربع قرن، يعني الربع القرن 25 سنة، لكن أنا اتكلمت في 20 سنة. أنا عشت الأحداث دي في 20 سنة، وفي أحداث أكيد مماثلة في التسعينات والثمانينات بس أنا ما عشتهاش، بس أنا عشت الأحداث دي وأنا صحفي وبغطي أخبار الأهلي، وانا جوه القناه وانا شغال معد وانا شغال مراسل وانا شغال مذيع، سافرت مع اجيال كتيره وشفت حاجات كتيره. النادي الاهلي ليه مدرسه معينه في تخطي هذه المواقف الصعبه، بس الحاجه اللي كانت بتميز الاهلي ان بتبقى المنظومه كلها على قلب رجل واحد، ايد واحده. الجمهور لما يهاجم من اجل الاصلاح اكيد محدش يقدر يخون الجمهور ويقول الجمهور ده منتمي او ليه اجنده، ده رقم واحد وده اللي كان بيميز النادي الاهلي. النقطه الثانيه، لما بتحصل خساره في مباراه رينجرز او في مباراه سانتوس او مباراه سان داونز 2019 على طول بيحصل تعديل والاهلي بيقدر يتخطى هذه الكبوات والتاريخ قال كده. ولكن لما تحصل خساره في 2019 وتتكرر في 2023 يبقى في حاجه غلط. هل متعلقه القضيه بان احنا في مرحله مشكله جيل بشكل عام؟ يعني هل هي مشكله جيل بشكل عام في الكره المصريه؟ مش مشكله فنيه، مشكله التزام، مشكله اهتمام، مشكلة الشعور بأهمية المكان اللي أنا بلعب فيه. لأن أنا شايف حتى على مستوى المنتخبات نفس النتائج، يمكن الحالة الاستثنائية الوحيدة للكرة المصرية
في الالفيه الجديده هو النادي الاهلي. يعني من بعد 2010 وانجازات منتخب مصر، احسب من 2010 ل 2023 الحاله الايجابيه الوحيده اللي حطت مصر على منصه التتويج هو النادي الاهلي. ولكن اللي انا بقى شايفه بجد، لان انا عشت مع اجيال مختلفه، في فترات كده بحس ان في اجيال محتاجه تعرف وتفهم هي موجوده فين. وده حصل بقى لان خسرت من صن داونز بنفس النتيجه بعد اقل من 3 4 سنين بنفس الشكل وبنفس الاداء. المطلوب الفتره الجايه، عشان ما اطولش في الجزئيه دي، تاريخك بيأكد انك تقدر تخرج من الكبوه اللي انت فيها. تاريخك بيقول ان المسؤول اللي موجود في النادي الاهلي في السنوات دي كلها عارف ازاي يخرج من الكبوه اللي موجود فيها النادي. بس عشان يخرج من الكبوه دي حاجتين مهمين جدا: نقد الجمهور يبقى ايجابي عشان المسؤول يحس ان احنا فعلا محتاجين نخرج من الكبوه دي وما يكونش فيه بعض الناس ليها مواقف شخصيه، والحاجه الثانيه ان المسؤول كمان يشوف الاخطاء اللي ممكن تمت قبل كده ازاي نعالجها وما نكررهاش عشان ما تتكررش نفس مشكله صن داونز تاني، انها اتكررت بنفس الشكل وبنفس الاداء وبنفس النتيجه في ظرف 3 سنين بنفس الاسلوب. وده اللي مزعل الناس، وهيبه الاهلي ومكانه الاهلي ما تسمحش ان في افريقيا تحديدا تكون مثل هذه النتائج مع النادي الاهلي. ممكن تحصل كل 10 سنين مره، ده وارد في الكوره. البرازيل خسرت من المانيا 7 على ارضها في كاس العالم، شفنا مانشستر يونايتد بيخسر من ليفربول ب7، مفيش مشكله، ممكن يحصل في الكوره، بس ده يحصل امتى؟ كل 10 سنين مع جيل مره واحده. لكن لما يتكرر مع جيل مرتين، لا، في حاجه غلط، واكيد ده محتاج تعديل. ممكن نكسب القطن ونكسب الهلال ونتاهل لدور الثمانيه، وممكن نكسب البطوله، كل ده وارد على فكره، ولكن في حاجات ما ينفعش تحصل في الاهلي زي اللي حصل في مباراه صن داونز. طيب عموما عايزين نطمن على اخبار الفريق. الفريق حاليا موجود في بريتوريا بيستعد لمباراه القطن الكاميروني ان شاء الله يوم الجمعه، والفريق هيسافر يوم الاربعاء، فبالتاكيد محتاجين نعرف اخر الاخبار اللي موجوده في بريتوريا وازاي الفريق بيستعد لكل هذه الاجواء. معانا بالتاكيد في بث مباشر الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي. مساء الفل يا فاروق. برحب بيك يا محمد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عايز اطمن منك طبعا على الاجواء عندك، اكيد اجواء حزينه، في حاله غضب اكيد داخل صفوف الجهاز الفني، لكن بعد 48 ساعه من المباراه هل في اجتماعات تمت من الجهاز الفني؟ هل اللعيبه اتكلمت مع بعضها؟ الفكره مش نكسب القطن والهلال ونتاهل، لا، الفكره ازاي الجيل ده يدافع عن اسمه ونفسه وتاريخه. يعني الاجواء عندك ايه؟ واكيد نسمع منك كل الجديد يا فاروق. اعتقد يا محمد يعني في مستهل كلامك قلت كلام في غايه الاهميه. ممكن نكسب القطن وممكن نكسب الهلال وممكن ناخد البطوله، لكن الحدث اللي حصل ده طبعا ما ينفعش يتكرر مع النادي الاهلي، وما ينفعش يتكرر مع هذا الجيل مرتين. ودايما النادي الاهلي انت ممكن تتقبل الهزيمه، في انديه تتقبل الهزيمه، لكن احنا تعودنا جوه النادي الاهلي لا نتقبل الهزيمه، ما عندناش الامر ده او ما تعودناش على الامر ده مع النادي الاهلي. اكيد يا محمد انت عارف 48 ساعه بعد المباراه استمرار حاله الحزن اللي موجوده عند اللاعبين وعند بعثه فريق النادي الاهلي، لان الامر انت مش مجرد هزيمه ان تغلب بهذا العدد من الاهداف، هزيمه ثقيله اكيد لها يعني اكيد لها تاثيرها الكبير جدا سواء على الجهاز الفني او على اللاعبين. عايز اقول لك ان مستر مارسيل كولر حتى الان يعني زي ما تكون يا محمد انت بتكلم في صدمه، يعني بيستوعب الامر ان هم مش يعني لحد دلوقتي مش مستوعب ان النادي الاهلي اتغلب ده 5، يعني الامر ده بالنسبه له يعني شايف ان هو الامر كبير جدا ان النادي الاهلي يتغلب 5. لذلك مستر مارسيل كولر هو عقد اجتماع واحد مع افراد الجهاز الفني، طبعا اتكلم على المباراه واتكلم على تجاوز هذه المرحله وضروره التحضير لمباراه القطن الكاميروني. لكن يا محمد واحنا موجودين في البعثه، خليني يعني بقول لك احنا من خلال قناه الاهلي بنقلل الصوره بالكامل، تبص لعيون مستر مارسيل كولر ما بين الحزن وما بين الصدمه، هو مش مصدق ان انا ازاي النادي الاهلي يتغلب بخمس اهداف. اعتقد يعني امر مؤثر جدا مع مستر مارسيل كولر. على الجانب الاخر اللاعبين عقد اللاعبون جلسه، يعني لاعبي النادي الاهلي بالكامل عقدوا جلسه مع كابتن محمد الشناوي ورامي ربيعه وكباتن الفريق اتكلموا طبعا وعمرو السوليه على ضروره يعني تجاوز هذه المرحله وضروره تحمل النقد الموجه من جمهور النادي الاهلي. يعني بالفعل كده لازم تستحملوا الكلام اللي بيقوله جمهور النادي الاهلي، لازم تتحملوا النقد، لازم نرد
ان احنا نحاول نصلح او نصالح الجمهور في مباراه القطن الكاميروني تكون بدايه ان شاء الله للفتره القادمه. الحزن طبعا بيسيطر على اللعيبه، الحزن بيسيطر على افراد الجهاز الفني، لكن انت دايما بتبص للمستقبل. مش اكيد مش هنقف قدام الامر ده كتير، لكن اكيد هنركز في مباراه القطن الكاميروني، واكيد ده اللي مطالب بيه كل افراد البعثه، اللاعبين بالجهاز الفني بضروره التركيز في مباراه القطن الكاميروني. مباراه سان داونز ونتيجتها وحادثها اكيد هنرجع لها، واكيد هنقف عندها، مش احنا بس، ده كل فرد داخل منظومه النادي الاهلي هيقف عند هذه المباراه بايجابياتها بسلبياتها بكل ما فيها. ولكن احنا عندنا مباراه القطن الكاميروني، مباراه محتاجه 11 راجل في الملعب، محتاجه روح النادي الاهلي، روح الفانيلا الحمراء، شخصيه النادي الاهلي. بالمناسبه محمد، إدارة نادي القطن الكاميروني فتحت أبواب الاستاد والملعب بالكامل للجماهير لتكرار تجربة فريق ماميلودي سان داونز إن هم يدخلوا أكبر عدد من الجماهير. وبالمناسبة أنت عارف محمد، فريق القطن الكاميروني بيلعب مباراة بدون أي حسابات، بدون أي ضغوط. هو القصة بالنسبة لفريق القطن الكاميروني عايز يحقق بالنسبة له يعني ولو نتيجة إيجابية على النادي الأهلي، لأنه خلاص يعني أعتقد بالحسابات بالورقة والقلم يعني فرصه في الصعود أعتقد شبه معدومة في هذه البطولة. ولكن يعني حالة الاستعداد اللي موجودة في القطن الكاميروني وفتح أبواب المدرجات للجماهير بتقول إن جماهير أو مسؤولي نادي القطن الكاميروني أكيد يعني بيحلموا ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه على النادي الاهلي. عايز اقول لك ان اللعيبه خلاص الاجتماع اللعيبه مع بعضهم اتكلموا وامور كتير جدا وقف عندهم. كل لعيب لم نفسه، كل لعيب اثر في شيء، كل لعيب عارف هو اثر في ايه. اللعيبه كلها بالكامل، كل فرد مش محتاجه محمد طب بص لعيون اللعيبه، تقرا في عيون اللعيبه كل شيء. ده الامر الخاص باجتماعات مستر مارسيل كولر مع افراد الجهاز الفني، ويعني تقدر تقول اللاعبين وجلسه اللاعبين مع بعض ان يتكلموا ازاي نتجاوز هذه المرحله وازاي نحضر لمباراه القطن الكاميروني. انت عارف طبعا بالامس كان الفريق استأنف استعداداته لمباراه القطن الكاميروني، أدى الفريق تدريبه على ملاعب جامعة بريتوريا، كان يعني استشفى كده وتمرين خفيف للمجموعة اللي شاركت في مباراة ماميلودي سان داونز، ثم المجموعة اللي ما شاركتش في مباراة سان داونز كان تدريب مكثف. مستر مارسيل كولر يعني عايز أقول لك من المرات القليلة جدا تلاقي مستر مارسيل كولر قبل المران خلاص يعني ما عقدش جلسة مع اللاعبين، لا دخل على المران على طول، كلم فيه النواحي الخططية، النواحي الفنية اللي طالبها من اللاعبين. زي ما قلت لك يا محمد، حتى الآن مستر مارسيل الكولر مش قادر يعني مش مصدق ان احنا ازاي النادي الاهلي يتغلب 5. اعتقد الموضوع ليه امور كتير جدا عند مستر مارسيل كولر وتحضيره لمباراه. اتفضل يا محمد. طيب هو اكيد كجهاز فني لازم يبقى طريقه ادارته للملف ده مختلف عننا. احنا ممكن نزعل لغايه يوم الجمعه، ممكن نزعل حتى بعد التاهل، لان النتيجه دي اكيد مش هو الاهلي، بس الجهاز الفني مهم جدا برضه يخرج من الاجواء دي عشان يحضر لماتش القطن اللي لسه عنده فرصه في التاهل. فازاي هيتعامل نفسيا مع الملف ده في ظل انت بتقول لي طبعا ان كولر مصدوم ومش مصدق ان اللعيبه اللي كان بيران عليها ممكن تطلع بالنتيجه دي، ولكن هو برضه لسه عنده مباراتين، فالجهاز الفني اكيد لازم طريقته تختلف عن طريقه تفكيرنا احنا كاعلام او حتى كجمهور. فهل حتى اتكلمت مع كولر، اتكلمت مع الكابتن سيد يا فاروق حتى في الجزئيات دي، هل ازاي ممكن الفريق يخرج من الاجواء دي في ظل كمان ان فكره كويسه انك تفضل في جنوب افريقيا لغايه الاربعاء، لان الاجواء في جروه احنا عارفينها طبعا اجواء صعبه جدا. وحتى على فكره بالمناسبه كمان لو الجمهور دخل باعداد كبيره مش مشكله، الاهلي لعب في القطن كتير بكامل العدد من الجماهير في الملعب، ومع ذلك الاهلي رجع دائما بنتيجه ايجابيه، يعني فمش مشكله حضور الجماهير، لكن العامل النفسي ده مهم من الجهاز الفني قبل ما يكون من اللعيبه. فاروق اعتقد يا محمد ده النقطه من النقاط المهمه جدا اللي مستر مارسيل كولر في كلامه مع افراد الجهاز الفني، يعني زي ما قلت لك ان حاله الحزن، ولكن هو في نفس الوقت طالب الجهاز الفني باللاعب ومع اللاعبين بعدم الحديث مع اللاعبين في اي امر يخص مباراه ماميلودي سان داونز. نقفل تماما صفحه مباراه ماميلودي سان داونز، طالب الجهاز الفني بعدم الحديث في اي امر يخص مباراه ماميلودي سان داونز، وطالب التركيز والتحضير لمباراه القطن الكاميروني باذن الله. بالمناسبه هيعقد النهارده محاضره بالفيديو مع اللاعبين في تمام الساعه 7 والنص، اتكلم طبعا على كل الامور الخاصه بمباراه القطن الكاميروني والتحضير لهذه المباراه. طبعا هو بالامس كان يعني عقد جلسه مع الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي يعني لتجهيز البرنامج الاستشفائي الخاص باللاعب النادي الاهلي، يعني تقدر تقول هو استكمل البرنامج من الامس ثم اليوم. ومن النهارده يعني مستر مارسيل كولر منح اللاعبين راحه من التدريب والاكتفاء فقط بالتدريبات الاستشفائيه
للاستعداد لمباراه القطن الكاميروني. تقدر تقول ان يعني باكد لك طبعا ان حسين الشحات بالامس كان شارك في المران بشكل كامل وجاهز لمباراه القطن الكاميروني، ايضا خالد عبد الفتاح اللي شارك في التدريبات والتدريب بشكل اكثر من مميز وان شاء الله جاهز ايضا لمباراه القطن الكاميروني، محمد عبد المنعم زي ما صرح لنا وقال لنا الدكتور احمد ابو عبله هيتم اجراء اختبار طبي اليوم لمحمد عبد المنعم لتحديد مدى جاهزيته، وباكد لك ان شاء الله يعني بنسبه فوق ال 80 او 90% ان شاء الله محمد عبد المنعم هيكون جاهز لهذه المباراه. طبعا مستر مارسيل كولر زي ما قلت لك هيعقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين في تمام الساعه 7:30، وزي ما باكد يا محمد زي ما بناكد خلاص مباراه ماميلودي سان داونز بنقفلها دلوقتي، اكيد هتتفتح فيما بعد نتكلم فيها، لكن التركيز لمباراه القطن الكاميروني، اتفرج على مجموعه من المباريات لفريق القطن الكاميروني اللي بالمناسبه كان تلقى الهزيمه في المباراه الاخيره في الدوري في الكاميرون بهدف مقابل شيء من يعني صاحب الترتيب الثامن في جدول الدوري في الكاميرون، واللي برضو اكيد بيفكر في مباراه الاهلي، لكن ان شاء الله محمد هيكون رهن على لعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه تجاوز المرحله تحقيق انتصار على فريق القطن الكاميروني، ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يكونوا على الموعد في هذه المباراه. سؤال اخير باجابه نعم ام لا، هل بالفعل زي ما اتكتب واتقال النهارده ممكن يحصل اجراء في تعديلات في تشكيل الفريق؟ ده ممكن يحصل يا فاروق اه او لا؟ خليني اقول لك يا محمد كل الكلام اللي بيتقال حتى الان يعني ما اقدرش ان انا اجزم لك في صحته لانه ما اقدرش اي حديث عن هذا الامر، اعتقد كل الكلام اللي بيقال هو كلام غير صحيح بالمره، مستر مارسيل كولر زي ما بقولنا لسه ما حسمش هذا الامر، انت عارف ان هيتمرن ان شاء الله غدا الثلاثاء ثم الاربعاء ثم هنتوجه الى الكاميرون ثم هيكون في تدريب يوم الخميس ان شاء الله في الكاميرون، اعتقد كلها ايام لسه من خلالها مستر مارسيل كولر هيحدد مين ال 11 لاعب اللي هيكونوا موجودين في ارض الملعب، ممكن من الممكن يكون في اجراء تبديلات مجموعه من اللعيبه تدخل، لكن هذا الامر لم يجزم حتى الان من قبل الجهاز الفني للنادي الاهلي. ولسه في وقت كمان النهارده احنا بنتكلم في الاثنين الماتش الجمعه فلسه في 3-4 تدريبات يعني. عموما يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق ليك وللبعثه ان شاء الله في تخطي هذا التوقيت الصعب، ونتمنى يا رب باذن الله الفتره الجايه تكون افضل شويه. التاهل مهم لان هتعرف تعالج وانت بتتاهل، وكمان عندك لسه منافسه على الدوري، منافسة على الكاس، عندك مباراة سوبر واردة بنسبة كبيرة إذا كسبت فاينل الكاس أمام بيراميدز، فالتحديات لسه موجودة ومستمرة خلال الأشهر القليلة المقبلة. نخرج إلى فاصل ثم نواصل. طيب أكيد ملف مباراة سان داونز تم غلقه بالكامل، وعندنا مباراة حاسمة يوم الجمعة الساعة 6 بتوقيت القاهرة، لا بديل أمامك سوى الفوز، لأن خلاص أنت بتتكلم لازم تكون 7 نقط قبل الجولة الأخيرة، وبتنتظر اليوم التالي نتيجة مختلفة، سان داونز يتعادل او يكسب الهلال السوداني، لان لو الهلال كسب اعتقد الجوله السادسه مش هتكون لها اي قيمه او نتيجتها هتكون موجوده في الحسبان. لذلك في هذه الفقره عبر ترند اونلاين ومن خلال السكايب بنروح لاحد الزملاء الاعلاميين اللي بيحللوا مباريات الاهلي في الفتره الاخيره بشكل كويس جدا ومتابع بشكل رائع جدا ايضا كمان للكره الافريقيه، الزميل العزيز ايمن جيلبرتو. ايمن مساء الخير. مساء الخير يا محمد وكل متابعي قناة الأهلي بخير، وإن شاء الله زي ما أنت قلت كده يعني الجولة القادمة تكون بتحمل خير للنادي الأهلي وجماهيره يعني. طيب القطن الكاميروني بلا رصيد من النقاط خسر كل مبارياته سواء على أرضه أو خارج أرضه، والأهلي سبق لي لعب في جروة في العديد من المناسبات والحمد لله يمكن كان بيعود دائما وأبدا بنتيجة إيجابية، حتى المباراة اللي تم إعادتها في اليوم التالي قدر يحقق نتيجة إيجابية أفضل من النتيجة اللي كانت في المباراة اللي تم إلغائها، إزاي الأهلي يقدر يكسب هذه المباراة؟ وإزاي الأهلي يقدر يتعايش مع الأجواء في مدينة جروة؟ زي ما أنت قلت الأهلي الحمد لله الفترة الأخيرة عموماً مع القطن الكاميروني تحديداً في البطولات سواء دوري أبطال أفريقيا أو حتى لو بنتكلم عن الكونفدرالية النتائج كانت جيدة ذهاباً وإياباً يعني، وكنا بنكسب كمان في بعض المباريات. المباراة اللي انت اشرت اليها دي كانت تقريبا في السيمي فاينال في 2013 لما تعادل تاني يوم عشان خاطر الامطار وقدرنا ان احنا نتعادل وقتها. الامور حاليا في جروة افضل للنادي الاهلي لاي حد، حتى اللعيبة نفسها تاريخيا لو سألت اي حد راح جروة قبل كده هيقولك ان في فرق شاسع ما بين جروة في الفترة اللي فاتت وجروة دلوقتي، الملعب اتحسن كتير، المدينة نفسها تطورت كثيرا، كل ده بفضل طبعا التنظيم الأخير لكاس أمم أفريقيا. المباراة ستقام في تقريبا الساعة 6 يعني ما فيش برضو الجو بتاع الساعة 3 والمشكلة الأزلية اللي احنا بنعاني منها في السنين الأخيرة، ويمكن
احنا بنعاني عموما الكره المصريه، مش لازم النادي الاهلي بس تحديدا، في فكره اللعب خارج الارض سواء افريقيا او شمال افريقيا او جنوب افريقيا او اي مكان، يعني الانتصارات بتبقى في ظروف معينه، فالمباراه دي تحديدا الظروف فيها تساعد النادي الاهلي ان هو ان شاء الله يقدر يحقق مكسب. اول حاجه يا محمد ان الفريق ده ما كسبش اصلا لا على ملعبه ولا خارج ملعبه في النسخه الحاليه، فده يعني يوضح لك ان الفريق نفسه بيعاني، الفريق القطن شفناه كلنا في مباراه هنا استاد السلام، وفريق ضعيف جدا، خسر من الهلال، خسر حتى لما سجل امام الهلال وما قدرش يحافظ على التقدم او ما قدرش يحافظ وخسر. صن داونز تقريبا في اول المباراه على طول خطفهم بالثلاث اهداف. النهارده النادي الاهلي يعني الاجواء نفسها والظروف تقدر تساعده ان هو يسجل على طول زي ما عمل في مباراه هنا السلام، يسجل بشكل مبكر وينهي المباراه من غير اي تعب، عشان خاطر كمان يعني اللي جاي انت طبعا خلاص في توقف دولي ودلوقتي في راحه يعني كويسه، مفيش ماتشات في النص، فانت تقدر هيبقى عندك المخزون البدني والفوارق الفنيه كبيره ان انت تكسب، لان لا بديل عن الفوز يعني يا محمد. طيب فريق القطن الكاميروني بيتميز ان عنده اعمار سنيه صغيره وبيلعب بشكل عنيف شويه، يعني في التحامات وفي التدخلات بيلعبوا تقدر تقول كده بلغه الكره بغشوميه شويه. هل تتوقع ان الاهلي ينزل ضاغط عشان يعني يحسم النتيجه مبكرا، وهل تتوقع رده فعل مبكره من القطن الكاميروني، ولا سيناريو المباراه يا ايمن تتوقع يبدا ازاي؟ يعني بص القطن كده كده خلاص ما عندوش اي حاجه يبكي عليها، هو يلعب المباريات اللي جايه دي يعني بيكمل البطوله بشكل او باخر يعني. فدي ممكن تبقى ميزه معينه للنادي، لان هم فريق زي ما انت قلت هو بيلعب يعني بحته الاندفاع دي بشكل قوي، ما بيعملوش حسابات، فتقدر تلعب حتى على فكره ان انت لما تخطف الكره تعمل الهجمه المرتده بشكل سريع وبشكل انت في تمريراتك تستفيد منه. خلي بالك يعني يمكن في تحليلنا قبل مباراه المقاولين العرب تحديدا في قناه النادي الاهلي كنا اتكلمنا ان الفريق المقاولين بيعمل اخطاء كتير وبيعمل ركلات جزاء كتير، فده ممكن مثلا النادي الاهلي يستغله بالمهارات الفرديه وبالسرعه، ده اللي حصل مثلا في اول دقيقتين في مباراه المقاولين، نفس الامر في ماتش القطن، لازم نستفيد بحته زي دي، ان انت النهارده ممكن بمهاره لاعب او بتكتيك معين كده بجمله سهله حاجه من الاثنين، يا اما هتضرب الدفاع ده اللي بيلعب بشكل مندفع او بشكل قوي على المنافسين وتقدر تسجل، يا اما هتاخد ركله جزاء او فاول من منطقه قريبه بالمرمى تقدر من خلالها تسجل اهداف. الاهداف اللي كلها دخلت في القطن الكاميروني انت هتلاقيها اهداف يعني اهداف سهله، يعني حتى وهو بيلعب خارج ملعبه مثلا قدام الهلال دخل فيه جونين، الجون الاولاني حتى هي هجمه مرتده عاديه جدا، الفريق بتمركزاته ضعيفه، الفريق الهلال قدر يسجل في مباراه الذهاب مثلا، الهلال سجل من فاول ومن تسديده من خارج منطقه الجزاء، فده بيقول لك برضه ان مؤشر الحارس يعني الحارس عموما بتاع القطن الكاميروني مش افضل حاجه، فانت تقدر النهارده لو عندك اللعيبه يعني تتجرأ شويه في حته التسديد من الخارج تقدر بشكل سهل جدا ان انت تسجل اهداف. يعني الفريق استقبل على ملعبه 3 من صن داونز واثنين هيتكلم استقبل على ملعبه 5 اهداف في المباراتين اللي لعبهم، فيعني كل الظروف انا شايف ان هي مهيئه للنادي الاهلي ان هو لازم يعني ان شاء الله. طبعا في الكوره احنا عارفين ان مفيش حاجه اسمها لازم، بس احنا بنتكلم بالشكل الطبيعي طبعا بكل حاجه، النادي الاهلي ما ينفعش يرجع من جروه غير بالثلاث نقاط، بعيدا حتى عن نتيجه المباراه الاخرى اللي هي بتاعه الهلال وصن داونز، يعني ايا كانت احنا كده كده لازم نكسب القطن. اكيد ايمن انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعه والحديث عن مباراه القطن الكاميروني، وهي بالتاكيد هي مباراة الفرصة الأخيرة، الأهلي والقطن في جروة هو لقاء الفرصة الأخيرة من أجل يعني أنك تحارب على آخر فرصة في التأهل أو حجز بطاقة، ولكن تنتظر نتيجة مباراة يوم السبت ما بين الهلال وصن داونز اللي هيديرها طاقم تونسي بقيادة صادق السلمي. نخرج على فاصل ثم نواصل. أهلا بحضراتكم من جديد وترند الأهلي واللي اتكتب على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. نبدأ بحساب يلا كورة، ومن خلال حسابهم الرسمي على تويتر بيقولوا اتجاه لإراحة الشناوي، يلا كورة يكشف كيف يفكر كولر لمواجهة القطن الكاميروني. ده الكلام اللي كنت بسأل فيه فاروق لما كان معانا من بريتوريا على هواء مباشرة.
في امكانيه لاجراء تعديلات او تغيير في التشكيل؟ قال لغايه اللحظه دي مفيش حاجه تؤكد هذا الكلام، لسه الراجل اصلا ما اتكلمش على مباراه القطن، لسه بيعمل استشفاء، لكن خلال الايام القادمه اكيد طبقا للاصابات والغيابات ممكن يحصل تدوير في مساله التشكيل الرسمي. لكن يلا كوره، من خلال مصادرهم قالوا ان كولر بيدرس اجراء تعديلات على تشكيل الاهلي في مراكز مختلفه. اولا اتجاه للدفع بعلي لطفي مكان الشناوي، محمد عبد المنعم لو مش جاهز ممكن يتم الدفع بيه رامي ربيعه، كمان متعلق الامر بجزئيه خط الوسط، لو حمدي فتحي مش جاهز ممكن يبدا بالسوليه، يعني هاني نفس الامر، لو فنيا او بدنيا مش جاهز ممكن يبدا بخالد عبد الفتاح. كل ده اكيد هيتحدد قبل يوم الاربعاء، يعني التوقيت اللي هيسافر فيه الفريق الى جروه هيكون كولر وقتها حط كل الخطوط العريضه لمواجهه بطل الكاميرون في لقاء الجمعه في جروه. طيب حساب المصري الرياضي بيتكلم ايضا على المعلومه اللي طلعت النهارده الصبح بخصوص الشناوي، وبيقولوا في انقسام بين كولر ومعاونيه في الاهلي حول الدفع بالشناوي امام القطن الكاميروني. بصوا هو كل شيء وارد، يعني المصادر اكيد كل واحد بيحاول يجتهد عشان يوصل لمعلومه، ولكن فكره راحه لاعب والدفع بلاعب تاني سواء في حراسه المرمى، في خط الدفاع، في وسط الملعب، في مركز الهجوم، ده هيبان يوم الجمعه، ووارد بنسبه كبيره، ممكن الحاله النفسيه، الحاله البدنيه، اكيد داخل فيها جزء مهم جدا من اختيارات كولر قبل الجزء الفني، لان الجزء الفني ده اخر حاجه المدير الفني بيشتغل عليها، طالما اللاعب ذهنيا كويس و بدنيا ونفسيا جاهز لاي مباراه ياتي بعد ذلك كل ده العامل الفني عشان يقدر ينفذ كل التعليمات الفنيه اللي بتتقال له. فهننتظر خلال الايام الجايه، وايا كان سواء الشناوي او علي لطفي ان شاء الله باذن الله يعني يبقى في ثقه في اللعيبه اللي هتبدا المباراه اللي جايه، لان اكيد انت مهم جدا بغض النظر بقى عن اجتماعات الاداره او اجتماعات الجهاز الفني، اللاعب نفسه لازم يدافع عن اسمه وعن تاريخه وعن نفسه في اي مباراه بيلعبها، لان في النهايه التاريخ هيقول انت عملت ايه. فزت باتنين افريقيا بس خسرت اتنين دوري، لعبت مع صن داونز مرتين، انت ممكن تطلعه بعد كده بس انت مهم لما تكسبه بعد كده تدي له نتيجه ثقيله. هنا دي امور موجوده في الكوره، فاللاعب مهم جدا يشعر بالتفاصيل المهمه دي، خاصه لما بيكون بيلعب في النادي الاهلي. كوره بلس بيقولوا رد فعل كولر وكواليس حديثه مع لاعبي الاهلي بعد الخساره امام صن داونز، بيتكلموا ان وجه السويسري مارسيل كولر رسائل للعيبة، قال لهم إن الفريق ممكن يخرج بنتيجة إيجابية أفضل من كده، استقبال خمس أهداف والخسارة كبيرة بهذا الشكل أكيد أمر لا يليق، في تمسك بالأمل والقتال على الحفاظ على فرص الأهلي في المرحلة اللي جاية. هي بس النقطة السلبية اللي أكيد الجهاز الفني برضو لازم يشتغل عليها، لأن تصحيح الأخطاء ده مطلوب، يعني أنت في مباراة ريال مدريد لغاية الدقيقة 90 أنت 2-1، في مباراة فلامينجو أنت متقدم خسرت بنتيجة كبيرة، بعد كده تروح مباراة صن داونز النتيجة قربت 3-2 خسرت بعد كده 5-2، لا في تفاصيل مش مدرسة الأهلي، ده الأهلي كان معروف دايما في اللحظات الأخيرة بيقلب الخسارة لفوز مش لتعادل، لكن تتعكس الآية في آخر شهر سواء في كأس العالم للأندية أو في دوري أبطال إفريقيا، لا محتاجة يعني إعادة من جديد للجهاز الفني إن هو يفكر يشوف إيه اللي بيحصل مع الفريق في اللحظات الأخيرة، لأن لسه المشوار طويل، أنت عندك تحديات محلية إذا لا قدر الله ما كتبلكش إن أنت ممكن تكمل في بطولة إفريقيا. الوطن سبورت بيقولوا أخبار الأهلي إصابة جديدة تضرب الفريق وخمس تغييرات في التشكيل أمام القطن. بيكلموا عن إن الإصابة هنا بيقصدوا بيها محمد عبد المنعم. اشتكى بوجود آلام في العضلة الضمة وبيجزموا إن هو ممكن يغيب عن مباراة القطن، والنهاردة زميلنا فاروق صلاح اتكلم في هذه الجزئية لكن هيبان خلال الساعات اللي جاية. لو عبد المنعم مش جاهز يعني اتمنى ما يشاركش، يعني يبقى في دفع بلعيبه تانية، موجود ياسر، موجود رامي، موجود خالد عبد الفتاح ممكن يلعب مساك، حمدي فتحي ممكن يلعب باكرايت او يلعب مساك، عندك افكار كتيره انك ممكن توظف اكتر من لاعب في اكتر مركز، لكن مهم في المباراه دي اللاعب السليم والجاهز يبدا، ده مهم جدا في المباراه اللي جايه. طيب لسه مع الوطن سبورت ايضا، واخر حاجه في ترند الاهلي، هل يتقدم الاهلي بطلب للكاف بشان تفويض صن داونز للهلال؟ مصدر يكشف التفاصيل. المصدر قال يعني حسب الروايه اللي موجوده في موقع الوطن ان كده كده الكاف بيراقب مباريات الجوله الاخيره. وانا بصراحه مش حابب الاخبار اللي زي دي. يعني فكره ان حد يفوت لحد يعني انا ما بحبش اتابع الاخبار دي. والكاف على فكره ما عندوش اصلا يعني معيار او اسس معينه يقدر يتابع بيها التفاصيل دي. لان في ماتشات كتيره احنا شفنا ده حتى على ارض الواقع. فرقتين مثلا التعادل يسمح لهم بالتاهل. فما فيش الحمية أو التغييرات القوية أو التشكيلة القوية أن يبدأ
بشكل اساسي عشان يكسب الفريق الثاني او الفريق ده عايز يكسب الفريق ده. بتحصل كتير وحصلت في كاس عالم وحصلت في مباريات دوليه كبيره جدا. اللي انا واثق منه وده كلام رسمي انا بقوله على مسؤوليتي، المسؤولين في نادي صن داونز عايزين يطلعوا اول المجموعه، عايزين يتصدروا المجموعه، مش من مصلحتهم قوي يخسروا الماتش، مش عشان خاطر الاهلي على فكره او مش عشان فكره الفير بلاي. صن داونز عايز يتصدر المجموعه عشان ما يكونش فيه مواجهه مرتقبه في البدايه امام الترجي او الرجاء او الوداد. ده كلام اتقال لي نصا من عدد من المسؤولين في صن داونز. فاساسا هو رايح السودان على الاقل اذا ما كسبش يتعادل، لان هو حتى لو الهلال كسب صن داونز وجت المواجهات المباشره وتساوي في المجوله الاخيره في عدد النقاط، لو الهلال كسب صن داونز بفرق هدفين هو ممكن هو يبقى الهلال اول ويبقى صن داونز تاني، وساعتها يصطدم بالترجي او الرجاء او الوداد، وبالتالي صن داونز عايز يتصدر عشان ما يخشش في مواجهه قويه وصعبه في دور الثمانيه. فاتمنى نقفل الملف ده ونركز في ماتش القطن. كسبنا وحصل تعادل في الجوله الاخيره، قصدي الجوله الجايه ما بين صن داونز والهلال، نشتغل على الجوله الاخيره ونكسب الهلال بفارق هدفين، لكن لكل مقام مقال. طيب ده ترند الاهلي. طيب نروح بقى للمشاركات ونشوف ايه اللي اتكتب من رسائل من جماهير النادي الاهلي على المرحله الجايه وايه اللي اتقال للعيبه بخصوص المرحله اللي جايه. اول رساله معايا من استاذ مصطفى بيقول للعيبه انتم رجاله والامل في الله ثم الصعود موجود، اعمل اللي عليك والعب برجوله. دي النقطه اللي بنتكلم فيها، اللعب برجوله، القصه مش فنيات بس يا جماعه. طيب استاذ عمرو بيقول كل الدعم للاداره واللاعبين ونتمنى يا رب يكون اللعيبه على قدر المستوى في الفتره اللي جايه. استاذ محمد شاهين بيقول مساء الخير، لازم روح اللعيبه والقتاليه تكون موجوده في المباراه، اهم شيء نغلب بصرف النظر عن نتيجه الهلال. معاك محمد شاهين الازهري من المنيا مركز ملاوي، اهلا بيك يا استاذ محمد. استاذ اكرامي مصطفى بيقول عايزين رجال بمعنى الكلمه في الملعب، بتخاف وتحب شعار الاهلي اللي على التيشيرت، عايزين غيره من اصغر لاعب لاكبر واحد في الفريق. رسائل واضحه ومباشره. استاذ محمد بيقول سؤال، ليه الاهلي ما يطلبش من الكاف تاخير مباراته مع القطن ل 24 ساعه ويلعب في نفس توقيت مباراه الهلال وصن داونز؟ لو ينفع نحاول بس يبقى عملنا اللي علينا والعيار اللي ما يسيبش يدوش. التوقيتات كلها اتحددت ومعروفه ومش هينفع طبعا اي تعديل. دي كانت الرسائل اللي وجهتها الجماهير للعيبه، واكيد اللعيبه حاسه برد فعل الجماهير لان الجماهير غاضبه والجمهور عنده حق ان يكون زعلان وغضبان، لان انا وقفت ودعمت وساندت كتير في مواقف كتير، فاكيد مش من المنطقي ان يكون ده رد الفعل مع نفس الفريق اللي لعبك من 3 4 سنين. كان لازم يكون في رد فعل منك بغض النظر عن انك بتلعب فين، بس عشان اسمك ومكانتك وتاريخك كلاعب كوره لازم يكون ليك رد في الملعب مع هذا الفريق. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي غدا باذن الله في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.